بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشرح لحضراتكم باختصار شديد حل مشكلة عدم ظهور الإطار السفلي في طابعات HB، لأن الموضوع ده احنا وجدناه في طابعات HP بس، إنما باقي طابعات أعتقد ما بيطلعش فيها المشكلة دي. المشكلة باختصار إن لما يكون عندنا مستند وورد زي ده، لما بنيجي نعمل له عملية طباعة، ملف طباعة أو كنترول بي كاختصار، وبنطبعه، الإطار اللي في الأسفل ده ما بيظهرش معانا في الطباعة وبيظهر مقطوع. وزي ما قلت لحضراتكم إن الموضوع ده بيكون منتشر أكتر في طباعات الـ HP. طيب أنا عندي بحث أو رسالة أو أيا كان دلوقتي عايز أطبعه، هعمله ازاي بحيث يطلع الاطار كامل؟ ركزوا معايا، انا الوورد اللي معاندي دلوقتي وفاتحه ده وورد 2010، بس الفكرة واحدة ايا كان نوع الوورد اللي عندك، سواء كان 2003 او 2007 او 2010 زي اللي معايا، الفكرة واحدة. هدي حضراتكم الفكرة وانتوا طبقوها على الوورد اللي عندكم. هنيجي الفكرة، فكرة هوامش، هنيجي هنا في الهوامش مخصصة، هنقول له هوامش مخصصة. هنيجي ركزوا معايا في الجزء بتاع الورقة البيبر، الورقة وفي الارتفاع هنا، هنا الافتراضي 29.7، لا هننزله ل 29 بس، وهنقول له موافق وهنطبع، وبإذن الله هنلاقي الإطار طلع كامل عندنا السفلي والعلوي. أتمنى أن يكون شرحي أفادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.